السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام، وارزقني فيه صحبة الكرام ومجانبة اللئام، بطولك يا أمل الآملين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.